آلاف الموظفين السوريين تم تسريحهم من عملهم بتهمة الإرهاب أو الانقطاع عن العمل. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يعتبر هذا التصرف أزمة حقيقية لآلاف العائلات. تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع بعد هذا التقرير. تدور رحى الحرب في سوريا مخلفة الضحايا على أصعدة شتى، بين هؤلاء ضحايا عانوا بصمت ولم تلتفت لأنينهم عدسات الكاميرات. الموظفون السوريون يخدمون الدولة السورية ويحاربهم النظام على اختلاف تخصصاتهم. عام 2012 أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً رئاسياً حول من خلاله عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين إلى معطلين عن العمل دون أن يحصلوا على أي مستحقات لهم، حتى أولئك الذين أمضوا قرابة نصف عمرهم في العمل ضمن مؤسسات الدولة، حيث لفقت لهم تهم تتعلق بالإرهاب يسنها رئيس الحكومة حسب المرسوم آنف الذكر، جعلت التسريح التعسفي عرفاً في البلاد. بتجاوز للسلطة التشريعية، أخذت السلطة التنفيذية في حكومة النظام على عاتقها إصدار الأحكام، وبحسب تحقيق نشرته شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية، بلغ عدد القضايا المرفوعة في القضاء الإداري 40,000 قضية للنظر في إعادتهم إلى العمل، إضافة إلى التقدم ب31 شكوى إلى مجلس الشعب لمن صرفوا من أعمالهم بتهمة الانقطاع عن العمل، رغم أن هؤلاء كانوا محاصرين من قبل النظام نفسه ولم يكونوا قادرين على ممارسة أعمالهم أو الوصول إلى مستحقاتهم المالية، لتبقى هذه الشكاوى والدعاوى طي الفساد. فما سبل الموظف السوري لتحصيل حقه في بلد ما يزال يحكم بالبارود وأروقة عدالتها محفوفة بالخطر؟ صار وقت رحب بكل مشاهدينا اللي انضموا لنا عبر منصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي، وللحديث اكثر عن هذا الموضوع بدي رحب بالصحفي الاستقصائي مختار الابراهيم والمدير التنفيذي لرابطه المحامين الاحرار سامي الضيعي والصحفي ايضا مجد رسلان. مرحبا بكم جميعا. اهلا بكم جميعا. البدايه معك مجد، هل هناك استمراريه بفصل الموظفين ومن هم الموظفون اللي تم فصلهم تعسفيا؟ هل الموضوع اعتباطي ام هناك اشخاص معينين؟ مجد تسمعني؟ يبدو فقدنا الاتصال، نتمنى إعادة الاتصال بمجد لناخذ معلومات أكثر حول هذا الموضوع. رح انتقل للأستاذ سامر. يبدو عاد الاتصال. مجد عم تسمعنا؟ نعم. ممكن أرجع عد لك السؤال ولا سمعت؟ لا عم بسمعك. انا اريد ان اضيف على التقرير الذي عرضتموه ان راتب الموظف في سوريا لا يتجاوز 20 دولار، يعني ينتهي من الخدمه 30 سنه وهو راتبه تقريبا حوالي 20 دولار. بالنسبه لحالات الفصل، حالات الفصل هي قديمه جديده، موجوده منذ السبعينات عندما هيمنت الذراع الامنيه على جميع المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه. استمرت حالات الفصل وخصوصا بعد احداث حما الى ان توقفت منذ بدايه عام 2000 وانفجرت في عام 2011 ليتم بعد ذلك عوده حركه الفصل. نحن نعلم ان العاملين في المؤسسات الرسميه وحتى غير الرسميه هم يعملون، هنالك عقليه انهم يعملون لدى الاجهزه الامنيه وتحكمهم العقليه الامنيه السائده، لا يشعر الموظف بنفسه بانه يعمل لمؤسسات البلد بقدر ما يشعر بانه يعمل لدى الاجهزه الامنيه، يخرج بالمسيرات متى ارادوا سواء كان هذا توافقت اراء السياسيه او لم توافق. يجب ان يعلن ولاءه. نعم. مجد. طيب خلينا نحكي قانونيا حول هذا الموضوع ريثما يعود إلينا مجد. أستاذ سامر،
هل يمكن للنظام منح صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية دون وجود حالة طوارئ؟ يعني كيف عم تتم العملية؟ إلى ماذا يستند النظام في تشريعاته الخاصة بفصل الموظفين؟ نعم، هلا في الحقيقة مثل ما تفضلت بحالة قانون الطوارئ اللي هي أبدا سابقا كانت مفروضة في سوريا من عام 62 لحتى بداية الثورة، كان هناك سلطة يعني سلطة واسعة على السلطة التنفيذية على حساب على باقي السلطات، وهذا ما يفرض بطبيعة الحال قانون الطوارئ هو يقوم بحد من السلطات التشريعية والقضائية على حساب السلطات الإدارية والسلطات التنفيذية. لذلك بعد 2011 بعد انطلاق الثورة قام النظام بإجراءات قانونية عديدة، ومنها هو إلغاء حالة الطوارئ. ولكن بالمقابل هو شو عمل؟ قام بسن قوانين لمكافحة الإرهاب في سوريا، وخلال خلال فترة بداية 2012 أصدر ثلاث قوانين، قانون رقم 19 عام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب، وخلال هذا القانون احتوى نص على مجموعة مواد لا يقدر يحتوي كل الأزمة بحيث إنه يفرض عقوبات على كل السوريين المدنيين اللي خرجوا ضد اذا الموضوع أيضاً لا حتى خصص لاحقا اصدر القانون رقم 20، هذا القانون خاص بالموظفين العاملين في الدوله، يعني اصدر القانون من هو من اربع مواد، فعليا هو عباره عن ماده واحده بيحكي فيها انه يصرح المادة بتقول يصرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاض له، ويحرم من الأجر والراتب ومن كافة الحقوق التقاعدية من كافة إدانته بحكم قضائي من قصة رجل قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريك أو وبالتالي بالنسبة للنظام أي شخص هو فاعل أو محرض ضد الإرهاب طالما هو خرج ضده. طبعا هون بالحالة بالتفصيل، طبعا هون بنص المادة هي هو حكى انه لازم يكون مكتسب الدرجه القضائيه، ولكن حتى في قوانين اخرى كانت صادره سابقا كان ايضا اعطى صلاحيات بالقانون للهيئات الاداريه بالوقف الاحتياطي، اي عامل يشتبه فيه بانه قام بحاله يعني بالحاله الطبيعيه بجرم جزائي وتم ايقافه لجهات قضائيه تكون الاداره اللي بيعمل فيها بتقوم بايقاف مؤقت، وهذا ما حدث بشكل كبير وواسع. ولكن على الاقل الموضوع بمر بمراحل مثل ما ذكرت، يعني بيروح للقضاء وبعد القضاء ممكن يتم البت بقرار، وهذا الشيء اللي ما عم بيصير بهذا الوقت. دعني انتقل بهذه الفكره للاستاذ مختار معنا، يعني واضح انه الموضوع مسيس ليس انتقائي، يعني هن عم بيفصلوا ناس معينين، لاي مدى ممكن فعلا الموضوع يكون سياسي؟ أو هل هناك ممكن يكون أيضا أسباب أخرى اقتصادية؟ كثير اليوم من الناس عم تقول إنه الدولة ما عاد معها مصاري تعطي، لأنه أصلا الوظيفة مو جايبة همها للموظف مثل ما بينحكى بالعامية. غالبا التحقيق أثبت بأن الفصل يتم على أسباب سياسية وليست اقتصادية، لأن التحقيق أثبت بأنه كيف خالفت الحكومة السورية نصوص في الدستور وقانون العاملين الأساسي للدولة بصرف عاملين بشكل غير قانوني وحرمانهم من مستحقاتهم، وبنفس الوقت أثبت كيف تتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهذا ما ناشد به الأستاذ محمد خير عكام وهو عضو مجلس الشعب بأن تتوقف السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الشعب من التغول على السلطة القضائية وأخذ الصلاحيات، ومن ثم تصبح تمارس هذه القرارات عبر المحاكم الإدارية كأداة لمعاقبة موظفين. الغريب بالموضوع أن كثير من الموظفين والحالات التي أثبت التحقيق كانوا على رأس عملهم خلال سنوات في مناطق محاصرة كليا، وهم على رأس عملهم ليتم فصلهم بعد رفع الحصار عن هذه المناطق، وهذا شيء غريب جدا، يعني 40,000 قضية لا يوجد إلا بضع حالات منهم توجهوا إلى البرلمان أو المجلس الشعب للشكاوى لرفع الظلم عنهم فقط، وهذا أيضا يثبت كم هو انعدمت الثقة بالجهاز القضائي في البلد. وهنا أن أنوه بأن ليس المشكلة بحد ذاتها بالجهاز القضائي وهو ليس موضوعنا، بقدر ما هو تغول سلطة تنفيذية على السلطة القضائية بسحب كامل صلاحيات هذه السلطة وممارسة أبشع عادات ظلم
ضد موظفين لا يملكون إلا صحيح. مختار أنت ذكرت أن هناك بضعة موظفين رفعوا دعوة لإعادتهم إلى عملهم مثلا لمجلس الشعب أو حتى للمحاكم، هل هذه الحلول ناجعة؟ يعني لقوا ممكن مثلا رجعوا لشغلهم، ولا الموضوع مثل ما ذكرت أنه ما في أي نجاعة من الموضوع؟ لم نثبت أن هناك أي نجاعة من الموضوع. فقط البعض منهم ربما حاول محاولة بائسة فقط لانعدام الحلول، لا يوجد أي حل، سيما أن هناك ربما منفذ أن يذهب الموظف إلى مجلس الشعب لتقديم شكوى، ولكن مقارنة العدد بين 31 قضية مقارنة ب 40 ألف هذا الذي تمكننا من رصده بالتحقيق يثبت كم هي الثقة متراجعة بالجهاز القضائي في سوريا. نعم، دعنا إذا ننتقل إلى مجد. يعني مثل ما ذكرنا مجد من البداية أنه في حالات معينة عم بتم فصلها، هل فينا نحصر الموضوع بمحافظات أيضا معينة؟ يعني الموضوع هو موضوع عام، ولكن هنالك مناطق حدثت فيها حالات فصل أكثر من غيرها نتيجة الأحداث الميدانية والسياسية التي حصلت فيها. مثلا بعد سيطرة النظام على الغوطة، منحت وزارة التربية مدة شهر لالتحاق جميع المدرسين الذين كانوا داخل الغوطة بتقديم أوراقهم إلى مديرية التربية. الكثير منهم لم يستطع تأمين الأوراق المطلوبة، لأنه الكثير منهم لا يملك الأوراق بسبب حالات القصف وفقدان هذه الأوراق. تم فصلهم. في دير الزور أصدرت أيضا السلطات الرسمية أمرا تنفيذيا بعد السيطرة بأن على جميع الموظفين أن يعودوا إلى عملهم أو يتم فصلهم. عاد قسم من الموظفون الرسميون إلى الأماكن التي نزحوا منها، عادوا إلى دير الزور المدمرة ليعيشوا بين الأنقاض خوفا من خسارة وظائفهم. بعض الموظفين باتوا في الجوامع لأن بيوتهم مدمرة خوفا من أن يتم يعني فصلهم من وظيفتهم. المدارس كانت بلا ترميم، كان يوجد مثلا مدير و17 مدرس و5 طلاب. جميع هؤلاء المدرسين كانوا يذهبون ويبقون في المدارس الغير صالح للاستخدام خوفا من خسارة وظيفتهم. الموظفون الذين لم يذهبوا إلى هذه الأماكن التي يعني يمكن تصنيفها غير صالحة للسكن أو للمعيشة تم فصلهم. طب دعني بس أنتقل بفكرة قبل ما نختم هذا المحور. يعني أستاذ مختار، ما فائدة النظام؟ يعني كثير اليوم من الناس عم تتساءل بماذا يستفيد النظام بفصل هؤلاء، خاصة أنه مثل ما ذكر التقرير في نقص اليوم عنده بالقطاع التعليمي. هل ممكن يصير فيه هذا الشيء دار بذهن كثير من الناس اليوم، أنه هل ممكن يوظف ناس من رجالاته من المقربين من النظام من حاضنته الشعبية عوضا عن هؤلاء؟ فقط عندما نعود إلى الأحكام والأسباب التي أدت إلى النظام لاتخاذ هذه القرارات نعلم أو نفهم نوعا ما المشهد برمته. فقط نلاحظ أن هناك تهم الإرهاب وهي تهم جاهزة يتم فصلها لأي مواطن أو موظف يريد الحكومة فصله. أيضا هناك تهم فضفاضة، منها النيل من هيبة الدولة ووهن نفسية الأمة وأضعاف الشعور القومي أيضا هي من التهم. وبعد هذا يعني لا أعلم، وإنما هي من خلال الرصد يتبين وكأن هناك مناطق بأكملها تمت معاقبتها، وربما أيضا كما تفضلت هو لإفساح المجال أمام الإعلان عن مسابقات جديدة نوعا ما فقط لإرضاء الشارع العام وإعطاء شعور بأن هناك حالة من التعافي في الدولة وأن الإعلان عن الوظائف والإعلان عن الوظائف سوف يتنامى مع قادم الأيام. نعم، مزيد من المعلومات مشاهدة في هذا الإنفوغراف عن بعض القوانين والمواد التي تحرم الموظفين في سوريا من تحقيق الأمان الوظيفي، نتابع معه.
أستاذ سامر، الجميع يبحث عن الأمان الوظيفي مثل ما ذكر الإنفوغراف، كيف يمكن فصل موظف دون لجوء للقضاء؟ يعني بهالبساطة يمكن فصل موظف بجرة قلم كما يقال، كيف أي موظف ممكن يحصل حقوقه؟ مثل ما قلت لك سابقا، كل الحالات هي منصوص عليها بالقانون. يعني بدك تعرف شغله، انه النظام ما بيعمل شيء الا ما يكون هو عامل له احاطه قانونيه. يعني الحالات اللي تفضلوا حكوا عنها الزملاء باللجوء للمحاكم او الجهات، يعني الجهه هي اللي عندها الحق في الفصل او التوقيف او تعليق العمل، هي تملك الحق في اعاده العامل. هناك محاكم مسلكيه في هذا الخصوص، هي من تبد في هذه القضايا الواسعة. طبعا في ايضا بنص القانون، نص القوانين اللي وضع النظام، كان القانون العامين الاساسي او القانون قانون الارهاب او الى اخره، كلها هي قوانين قد طابعت حتى يتمكن النظام من يعني من الضغط او ممارسه الضغط على الموظفين باي طريقه. فبهاي الحاله حتى لو كان، يعني نفترض بحاله طبيعيه انه احد الموظفين كان مفصول او معلق عمله او وبدا عمليه اعاده الاوراق الرسميه لاعاده اعادته الى عمله، ولم يثبت عليه اي شيء، طلع بريء او لم يدان باي قضيه ولا كان متهم بتقليل الى اخره، في عندك حاله استخيره، يجب ان يحصل على موافقه امنيه. هي العتب اللي، وهناك ايضا وثائق وتقارير تثبت رفض الامن عوده موظفين. ومختص بهذا الشأن هو الأمن السياسي، في تقارير ووثائق منشورة في هذا السياق. يعني في كل هذه الحالة ومع كل هذه القوانين، وفي حال حدثت، يعني حصل أنه هدول الموظفين كانوا بريئين، والسلطة التي الإدارة التي قامت مثلا بتعليق عمله أو إيقافه بسبب أنه كان موقف أو متهم أو هو بظرف، بحاجة في حالة إعادة إجراءات الارتباط بوظيفته وبحاجة لموافقة أمنية. صحيح. يعني للأسف يعني هذا الموضوع ليس بجديد أكيد بدولة مخابراتية. دعني أنتقل للأستاذ مختار. يعني اليوم كثير من السوريين عم يتساءلوا ما الحلول أمامنا بعد أي التفاصيل اللي ذكرناها، يعني شو ممكن أصلاً يكون في بديل للسوري اليوم بعد إقالته؟ طبعا للأسف لو نعود إلى الردود الحكومية التي حصل عليها معد التحقيق من أجل استكمال التحقيق، وهو حق إتاحة الفرصة للطرف الآخر من التعبير أو الرد على كل الحقائق التي وصلنا إليها، نلاحظ أن رئاسة مجلس وزراء عبر مكتبها الصحفي قالت بأن كل هؤلاء المفصولين من العمل مسلحين وعليهم قضايا أمنية، وهذا أمر يناقض التحقيق والحقائق التي توصلنا لها. بنفس الوقت وزارة التربية هي الجهة الأكثر اتساعا للموظفين الذين فصلوا، أيضا اشترط وزير التربية أن يتم إعطاء معلومات ولكن لا تنشر أبدا لأنها ليست للنشر، يعطي انطباع كيف الأمور تدار وإلى أين الأمور تذهب، وكم هو المشهد سوداوي بالنسبة لهؤلاء المفصولين، وكم هو يعني هناك غموض عن أسباب هذه الفصل، وكم هو مخالفة قانونية ودستورية يتم من خلال فصل هؤلاء العاملين. يعني نعم. لو أن هناك بالفعل أسس تشريعية ومسوغات قضائية وقانونية ودستورية لفصل هؤلاء العاملين لما كانت كل هذه الضبابية وكل هذا التكتم. إذن لا حلول أمامهم، يعني حتى فرص عمل يعني شبه غير موجودة اليوم. للأسف أيضا كما تفضل الأستاذ سامر أن هناك ورقة يجب يشترط عليها حتى القطاع الخاص أن يكون غير محكوم. هؤلاء الأشخاص الذين يحرموا من الوظائف العمومية وظائفهم وحقوقهم، أيضا يحرموا من ورقة غير محكوم، وبالتالي هو لا يستطيع أن يعمل بأي قطاع خاص، أن يبحث عن وظيفة يمكن أخرى. دعني أختم مع مجد هذا الموضوع. لا يمكن لأي موظف فصل أن يبحث عن وظيفة أخرى كان في قطاع عام أو قطاع خاص. خلينا نحكي شوي عن الأعمال التي يلجأ لها عادة من فصل من عمله، وخاصة أن أغلب المفصولين هن مدرسين. يعني في عام 2014 صدرت قائمة بفصل 33 موظف في السويداء، أيضا تبعها في عام 2015 23 موظف. الأسباب كانت تتعلق فقط بالمشاركة بنشاطات اجتماعية أو احتجاجية. في شهر أيار الماضي تم فصل أيضا موظف بسبب يعني مشاركته في وقفة بسبب تقصير الأطفاء في معالجة الحرائق في السويداء، تم فصله بسبب هذه المشاركة في هذه الوقفة. جميع هؤلاء
هم الآن يفتحون فمهم للريح. القرارات التي تخرج ليست فقط هي، هنالك جانب من الإذلال لهذه لهؤلاء الموظفين ولأسرهم، فهم الآن هم عاطلين عن العمل، لا يستطيعون إيجاد أي عمل في ظل التضخم الاقتصادي الذي يضرب سوريا. هؤلاء إما يذهبون للعمل بأعمال لا تناسبهم ولا يعلمون عنها أي شيء، أو الجلوس في المنزل ويعني الانتظار المعونات من هنا وهناك. للأسف يعني هذا الواقع ليس بجديد أبدا على السوريين، وكل ما له عم بيزيد سوء. بدنا نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا لليوم، كان معنا صحفي مجد رسلان وأيضا الصحفي الاستقصائي مختار الإبراهيمي والمدير التنفيذي لرابطة المحامين الأحرار سامر الضيع. شكرا لكم جميعا. فاصل قصير وبعدهم نتابع باقي فقرات لم الشمل، ابقوا معنا.